السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن، واليوم راح نتعلم كيف تضرب الكرة بين رجليك وليش هو مهم. Let's go. فيديو اليوم راح اوضح لكم كيف تسوي الحركة هذه وليش هي مهمة، وراح اعطيكم بعض النصائح وبعض التمرينات اللي تساعد انه تطور مستواكم في كرة السلة. انك تضرب الكرة بين رجليك تعتقد انها سهلة، ولكن في الواقع كثير من اللاعبين تواجههم مشكلة في هذه الحركة فما يستعملوها لأنه ما يعرف كيف يسووها بالضبط. فاليوم راح أعلمكم كيف تسووا هاي الحركة من دون ما أطول عليكم، يلا بينا. التمرين الأول هو راح يكون للمبتدئين، لشخص يريد يبدأها من الصفر. بكل بساطة انزل افتح رجليك اضربها مرة وكمشها، فقط اضربها وكمشها. ونفس الكلام راح نسويها برجل اليسار، نضربها مرة وكمشها. وقت اللي تتعلم هذه تسوي الحركة الثانية، وهي انك تضربها مرة وترجعها. هي صعبة ولكن راح تصير سهلة مع الوقت، تمام؟ بعدين نسويها باليد اليسار. التمرين الثاني بكل بساطة راح تكون رجلينا ثابتين، تمام؟ راح نضربك كذا مرة باليمين ومرة باليسار. أهم شيء إنه تظل رجليك ثابتة بالأرض. وقت اللي تسوي هذا التمرين اضرب مرة سوي كذا، تضربها مرة بعدين دخلها مرة تحت رجليك. والحين هذا التدريب سميته تدريب مايكل جوردن. بكل بساطة تفتح رجليك، تمام، تضرب الكرة مرة بعدين تبدل تضربها مرة. بكل بساطة بس انت تسويها بسرعة، يعني انك تقفز، يعني تضرب كذا تبدل بيناتهم لو تقدر. لو ما تقدر سويها شوية شوية بعدين حاول تسويها بسرعة، هذا راح يخليك أسرع. وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك المقطع اعطيني لايك واشترك في القناة تحت، وإذا كان عندكم أي أسئلة اكتبوا لي إياها تحت في الكومنت. كان معاكم عبد الرحمن، السلام عليكم.